مشاهدينا، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا ومرحبا بك دكتور إحسان. الخبراء شككوا عبر يو تي في بقانونية المبادرة التي أطلقها السيد عمار الحكيم، يعني تشكيل حكومة توافقية لمدة عامين يتغير فيها قانون الانتخابات وأيضا أعضاء المفوضية، وتوزع فيها المناصب بحسب عدد الأصوات لا المقاعد. هل يصح مثل هذا الطرح الآن كمخرج من هذه الأزمة برأيك دكتور أحسان؟ شكرا على الاستضافة. هي قد تكون محاولة أخيرة من قبل سيد عمار الحكيم وما يمثله داخل الإطار التنسيقي من مساحة وسطية مع دكتور حيدر العبادي، خصوصا وأن الأمور لا تزال يعني كوصف في لحظة الانغلاق السياسي. لكن على مستوى الدستور إذا ما نظرنا إلى هذه المبادرة فبتصوري أنها تنسف مفهوم الأغلبية الوطنية التي تدعو لها الكتلة الصدرية ابتداء، والأمر الآخر يعني لا يمكن الذهاب على أقل تقدير من أن الانتخابات هي من ستدفع على أقل تقدير بمعادلة السلطة قريبة من الآليات الديمقراطية وما أفرزته صناديق الاقتراع. هي عودة مرة أخرى إلى مبدأ المحاصصة التي انتهجته هذه القوى التقليدية، وأيضا مبدأ احتكار وتقاسم مؤسسات الدولة، وهذا يعيد العراق مرة أخرى إلى اللحظة الصفرية، يعني لحظة تقاسم الدولة بشكل كامل من هذه الأطراف. وأيضا يعني قضية تشكيل وإنهاء الحكومة بمدة سنتين لا يوجد نص دستوري في مثل هكذا موضوع، وقضية إبداء المفوضية ويبقى رأي القوى السياسية داخل البرلمان العراقي. حتى إذا ما وقعت بعض الأطراف السياسية على هذه الوثيقة فأتصور بأنه سيتم الطعن فيها وبالتالي لا تستند. أنا أعتقد هي محاولة للتهدئة أكثر ما هي كمبادرة يمكن أن تذهب باتجاه التطبيق لأنها تصطدم بالدستور. نعم دكتور إحسان، يعني أنت تعلم نحن الآن أمام مفترق طرق، الأول حكومة أغلبية بتبعات يحذر منها الجميع، والثاني أيضا حكومة توافقية يحذر من تبعاتها الجميع أيضا. ما هو السبيل للخروج من مأزق نتائج الانتخابات برأيك؟ يعني هو توافق الأغلبية، هذا قد يكون هو المخرج، أن تمضي القوى السياسية التي يمكن أن تشكل حكومة ائتلافية، يعني وأيضا يتفق هؤلاء على الرئاسات الثلاث وفق مفهوم أو مصطلح توافق الأغلبية، وبالتالي من لا يرغب بهذه التشكيلة فيمكن أن يذهب باتجاه المعارضة. أما بخلاف ذلك يعني التصعيد أتصور بأنه سيكون باهظ الثمن بالنسبة للأطراف التي قد تتخذ خيارات خارج الأطر الدستورية والقانونية، وأيضا يعني الاستمرار بالاعتراض بدون أدلة أنا أعتقد أنه سينهي المستقبل السياسي لهذه الأطراف، وقد تحفز إذا ما استمرت هذه الأوضاع قد تحفز مرة أخرى الشارع إلى أن يتحرك من جديد. نعم دكتور إحسان، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وصف مرحلة ما بعد نتائج الانتخابات بأنها أخطر أزمة يمر بها العراق منذ عام 2003، خصوصا في الأيام العشرة التي سيجري فيها المصادقة، الأيام الأخيرة العشرة التي سيجري فيها المصادقة على نتائج الانتخابات. ما تعليقك؟ يعني ومتى كان العراق ما بعد عام 2003 يمر بمرحلة هدوء واستقرار؟ يعني كله أزمات وكل أيامه خطر على الشعب العراقي، على الديمقراطية منه بالتحديد. لذلك أتصور يعني قد يكون هذا الكلام هو جزء من إشارات لعملية تصعيد، لكن بيان مجلس الأمن الدولي وإدانته للعنف الذي استخدم للتعبير عن الاعتراض حول نتائج الانتخابات يؤشر بأن أي
خيار آخر غير الخيار الدستوري والقانوني قد ينخرط المجتمع الدولي في العراق. أي محاولة للذهاب لخيار السلاح أو إرباك الوضع الأمني أنا أعتقد أنه سيكون ذو ارتدادات سلبية على من يدفع بترجمته على أرض الواقع. نعم، طيب كيف تقرأ صمت التيار الصدري بالوقت الحالي وسيما عن التعليق في وسائل الإعلام؟ هل تعتقد أنه ربما سيقبل بالتراضي بحكومة أغلبية أم أنه سيصر ربما على موقفه؟ إلى الآن الإعلام أو التسريبات تدلل على أن الأغلبية الوطنية هو خيار يتمسك به المسار السياسي للكتلة الصدرية، لكن أتصور في لحظة ما قد تنطلق الجهات أو بالتحديد البيت السياسي الشيعي نحو مبدأ توافق الأغلبية، أي أن يجيد طرفي المعادلة الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي فن التنازل، وبالتالي يمضون باتجاه توافق أغلبية داخل البيت السياسي الشيعي، ومن ثم يتم تقاسم الحقائب الوزارية ضمن حكومة ائتلافية بمقابل أن يكون للسيد الصدر الأحقية في ترشيح شخصية رئيس وزراء تحظى بقبول بقية البيت السياسي الشيعي. نعم، أود أن أشكرك رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.